مجلس النواب دخل في موعد القانوني لعطلة الفصل التشريعي، وبالتالي أعتقد ملف الانتخابات المحلية لا يفضي على عمل مجلس النواب في حال حقيقة. إحنا ما نقبل اليوم كأعضاء مجلس النواب موضوع الانتخابات يفضي على اجتماعات أو جلسات مجلس النواب، وبالتالي أعتقد اليوم مطلوب كثير من أعضاء مجلس النواب كثير من المشاريع القوانين وكثير من المتابعة. لكن أنا أستبعد أنه اليوم تزامن العطلة التشريعية مع انتخابات مجالس المحافظات مخطط له مسبقا، لكن وبالتالي يعني هذا لا يؤثر على سير عمل مجلس النواب. ولا زال حد اليوم احنا موجود في بغداد، كثير من اعضاء مجلس النواب يتواجدون لمتابعه اعمالهم في المجلس وفي عمل اللجان النيابيه. اعتقد اليوم مطلوب حقيقه من مجلس النواب اذا كان هنالك لعطله الفصل التشريعي شهرين ممكن انه يتمتع بشهر واحد فقط لعوده استئناف جلسات مجلس النواب، وبالتالي الانتخابات هو ملف دستوري رغم انه تحفظنا وعدم تصويتنا على هذا الملف، لكن انه احنا لا نخالف الدستور، انا اخالف القانون.